السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جئت لكم فيديو جديد حول أهم مباريات نهار اليوم والتوقيت بتوقيت الجزائر والقنوات الناقلة على قام الأسطرة. لقاء فولهام وبرنتفورد دوري الدرجة الأولى الإنجليزية على بين سبور ماكس 5، واتفورد ليستر سيتي اسمه يلعب في هذا التوقيت على RMC 01 وكانال بليس. لقاء بن سبعيني بادربورن بوروسيا مونشنغلادباخ على الساعة 2:30 بين سبور ماكس 5، لايبسيج دورتموند بين سبور 3، بايرن مونيخ فرايبورغ على بين سبور 2 على الساعة 2:30. لقاء برايتون أرسنال على الساعة 3 بتوقيت الجزائر على قناة كانابليس و RMC سبور 1. لقاء أتلتيكو مدريد فالادوليد على الساعة 9 بتوقيت الجزائر على قناة بين سبور 1 الفرنسية.